قريت راس عرفت بانها مهد كره القدم داخل القاعه وقال على هذه اللعبه، وكل ما تذكرت مدينه القنيطره تذكرت كره القدم داخل القاعه وتذكر اسم محمد الجامعي. شكون هو محمد الجامعي؟ وشنو علاقته بكره القدم داخل القاعه؟ وعلاش يسمى بالاب الروحي لهذه اللعبه؟ كل هذه الاسئله غادي نتعرفوا على اجوبتها في هذا البورتري لنتابع. من لما توقفت على كرة القدم العادية كيف قلنا في السبعينات دخلت نشتغل في ميناء القنيطرة، وبالصدفة حطت واحد الباخرة روسية، ومن بعد أوقات العمل خرجوا واحد الكرة صغيرة مثل هذه، داروا واحد جوج ديال المرمات وبداو تيمارسوا كرة القدم داخل القاعة اللي خدات هذا الاسم هذا. فاستهوتني وشفت الطريقة ديال اللعب ديالهم وبقيت نتفرج فيهم، ومن بعد ذلك في اليوم الثاني طلبت منهم أنني نلعب معاهم، لعبت معاهم وخرجناهم عن الميناء، لعبوا واحد المقابلة حبية مع أصدقاء ديالنا اللي كنا تلعبوا كرة القدم في واحد الملعب ديال عبد الملك السعدي. من بعد ما غادرت الباخرة غادرات لكن خلات لنا كرة، خلات لي معلومات على هاد كرة الصاد، فنشأنا أزيك القنيطرة ومدينة مارسوها كهواية. تاريخ ديال الكرة المصغرة أنا كنذكر كارجع لواحد النوع ديال اللعبة كانت عندنا بساحة الشهداء، هي اللعبة كيسميوها لعبة القويدسات. أن دوك الفواهات ديال تطهير السائل كان نحنا كنحولوهم للشبكة، ولهذا كان سي محمد الجامعي كيقوم بتهيئ جوج الفروق، ومن الآخر كنشوفو شكون اللي غياخد هاد الجائزة، والجائزة كتكون رمزية بعض الأحيان، فهمتي، تتكون حلويات ولا شي حاجة من هاد النوع، ما كانش نقدا، كانت رمزية. وكان سي محمد مهتم بهاد اللعبة القويدسات، كان تفاجئو مع مرور الايام انه بدا كيفكر في كره مصغره، ولاو تيمارسوها بساحه الشهداء، كيديروا جوج شبيكات فيهم تقريبا متر ديال العرض، كيهيئوها الرسم بالخشب، ديك الشبكه ديال صياد السمك هذا كيديروها وكيمارسوا هذه اللعبه. فالغريب ان انطلاقه ديال الكرة المصغرة كانت مساحة الشهداء مدينة القنيطرة، وكان عنده واحد الغيرة واحد الطموح لأنها تنتشر وطنيا بعد دوليا. نظمنا واحد الدوري رمضاني 12 فريق، وتصادف مع نهاية ديال البطولة ديال كرة القدم العادية، فكل اللاعبين ديال النهضة القنيطرية وديال النادي القنيطري جاو التحقوا بذوك الأندية وتقسموا على الفرق، منهم حسينة، منهم طهرية، منهم بوجمعة، منهم جمال، منهم بوساتي، فعطاو واحد النكهة ونجحت ديك التظاهرة بكل المقاييس، لا من ناحية ديال الفرجة ولا من ناحية ديال التنظيم. فولات تقليديه كنا تنظموها سنويا حتى لسنه 1985 جات الفكره ديال نشاه لياك، الاتحاد القنيطري لكره الصالات. ونظمنا واحد البطوله سنويه ب 16 فريق تلعبوا السبت الحد، كانت من منظمة كانت شبه واحد الجامعة مصغرة فيها اللجنة التقنية، التحكيم، التأديب، الحكام، التنقيط، كل ما يتطلبه يعني تنظيم بطولة. فنجحت، ومن بعد عامين وجدت واحد الملعب آخر في بير أنزران، تكونت واحد الجمعية أخرى ديال بير أنزران، وبداو واحد البطولة هما حتى هما ب 32 فرق، فولات عندنا حنا 16 هما 32، واللعبة يعني انتشرت، قنيطرة تسمع غير كرة الصالات، يعني كل الأسبوع كله كرة الصالات كرة الصالات كل واحد طيلة السنة. ف
فمن كل هاد الفرقين كنت انا يعني كان عندي الفريق ديالي ديال اجاكس قنيطره كان يحصد الالقاب وكنت انا مهتم به بكل يعني اعطيه كل ما يتطلبه هذاك الفريق. فحاولت انني في 89 نخرج هذه اللعبه من المحليه للعالميه. فقمت بواحد الجوله اوروبيه بالفريق ديال اجاكس قنيطره، وساهم معنا واحد الصديق ديالنا اللي هو عطانا هذيك الحافله ديالو، وكنا ديك الساعه ما كاين لا دعم ولا حتى شي مساعده باستثناء بعض الاصدقاء اللي تيساهموا معنا بشكل صحيح. الرئيس الجامعي كما تعرفوا غير على كرة المصغرة وغير على فريق أجاكس اللي كلشي تعرفوا اللي تخلى على بزاف المناصب ديالو على المستحقات ديالو باش مشى في هذا الدومين في هذا الميدان هذا. ولكن الحمد لله ملي جا دابا سي هشام دقيق ونسانا في كلشي ما هو وقع الحمد لله، وحنا فرحانين جدا مادام هو ولد ابن القنيطرة، وديما ان القنيطرة هي السباقة للحدث. فقمنا بديك الجوله مرارا من اسبانيا، فرنسا، سويسرا، المانيا، بلجيكا، غادينا تلعبوا واحد اسبوعين. فاحنا تلعبوا الجرائد تتكتب علينا، خلينا من بعد خلينا واحد يعني الصدى طيب. هو السبب اللي كانت لا فيفا من بعد ما قررت انها دير النسخه ديالها مستقله على الفيفوزا اللي هي اللي خلقات هاد كرة الصالة سنة 1971، يعني كانت أسست الجامعة الدولية ديالها. وكانت محاولات باش يدمجوا الجامعات ويدمجوا ويلعبوا تحت لواء لا فيفا، ما كانش توافق بيناتهم، وبقات الفيفوزا تتمارس ولا فيفا قررت انها دير النسخة ديالها مستقلة. ف 89 قررت انها تنظم بطولة العالم خاصة بلا فيفا، اول بطولة العالم، واقتصرت على الدول اللي تتعرف بانه سمعت بانه تتمارس كرة الصالة. فداك الاشعاع اللي خلينا وداك الصدى اللي خلينا في اوروبا في ديك الجولة، يعني لا فيفا وصلها الخبر انه المغرب تا هو يمارس كرة الصالة، وتم استدعاء دعوتنا للمشاركة في ديك بطولة العالم، لأنه في ديك البطولة اقتصرت على غير ما كانتش إقصائيات. فمع الأسف الجامعة ما رخصتش لنا واستبدلنا بالجزائر. فاحنا بقينا تنمارسوا ديك اللعبة حتى 1994، لما عرفت بأنه وصلني الخبر بأنه كاينه جامعة دولية ديال الفيفوسا ومقرها مدريد، فتنقلت لمدريد باش ننخرط في ديك الجامعة الدولية. فخديت موعد ومشيت لمدريد، استقبلني الرئيس ديالهم أنطونيو ألبيركا، وكان الكاتب العام وكانت الكاتبة معاه. فقدمت الطلب ديالي للانضمام لهذاك الاتحاد الدولي نمثلو المغرب. فما كانش عندي حتى شي حاجه اللي تتثبت، اللهم دوك القصاصات ديال الجرائد اللي كنت ديتهم معايا. بعد 90 عام حنا اجاكس جينا فريق تمثلو المغرب، ودابا الى قبلتوا اننا نخرطوا غادي تفتحوا لنا المجال وتعطينا فرصة بحال اللي تعطات لإسبانيا، وحنا على استعداد باش نكونوا جامعة ونستوفوا كاع الشروط. فعطاني الموافقة المبدئية وقال لي من بعد شهر غادي تاخذ الموافقة
يعني النهائيه من المؤتمر ديال الفيفوزا اللي غادي تكون في بوينوس ايرس وخصك تحضر. فمشيت حضرت في بوينوس ايرس وطرحت نفس الطرح وتم القبول على انضمام المغرب لهذيك الهيئه، ومن ثم اصبحت عندنا العضويه. فبالصدفه كانت 1994 كان كاس العالم غيتنظم في الارجنتين، وحنا بصفتنا حنا دوله واحده في افريقيا غادي نمشيو بدون اقصائيات. هيئنا الملف ديالنا وغادي نمشيو. فوقع لنا مشكل مع الجامعه كذلك اللي وقفات في وجهنا، حتى دخل السيد محمد اللي عطى الاوامر ديالو لوزير الشباب والرياضه سي العلوي المطاري باش يرخص لنا نمشيو ونطلع المغرب في ديك التظاهره ديال كاس العالم، وكان ديك الساعه باقي ولي العهد. كنت مارس كره مصغره سابقا في هذا الملعب هذا ديال المدينه العليا، فيها فاش بدينا وفيها فين اشتغلنا وفيها فين تربينا مع سي الرئيس محمد الجامعي. وتما في بدايه العلاقه ديالي مع الرئيس في حد المقابله النهائيه ديك الساعه، انا كنت مع فريق العمل ابيكا في 87 86 88 كخوا، وكنت من ابرز الحراس في المرمى، وكنا انتصرنا وقيلا يمكن مابقاش الذكرى تخوني. ومن ثم التحت مع فريق اجاكس، ومن ثم بدات المشوار ديالي على الصعيد العالمي. كنت لعبت مع سي جامعي كرئيس، كنا تلمتلو اجاكس قنيطره، وكنت تلمتلو في نفس الوقت المنتخب المغربي انذاك. للاسف ما كانش بطوله وطنيه، ولكن كنا حنا تلمتلو يعني اي دوري، سواء دوري دولي او وطني او لا مشاركه دوليه اوروبيه كمثلا كاس العالم ولا كاس امم اوروبا. لعبت اول كاس العالم لعبته في 93 انذاك في الارجنتين، وما كنتش التحقت بهم نظرا للظروف، واخا التحقت بهم في الارجنتين كما ما كنتش شاركت. مورا مباشره لعبت كوب دي موند 97 في المكسيك، وكذلك كاس العالم 2001، بالاضافه الى مشاركات أوروبية في روسيا، في سيبيريا، في بلجيكا، في بورتغال. دوما البطولات كاس هما اللي كنا شاركنا انذاك. شاركنا في كاس العالم في 94، وشاركنا في كاس العالم في 97 في مكسيكو، وشاركنا في كاس العالم في بوليفيا، وشاركنا في كاس العالم في بطولة أوروبا للأندية في روسيا في سيبيريا في 97، وشاركنا في عدة تظاهرات دولية لا تعد ولا تحصى. ولما انضمينا للاتحاد الأوروبي أصبحنا عضو في الاتحاد الأوروبي في 95، ربحنا رهان تنظيم بطولة أوروبا للأمم، وانضمنا هنا في المغرب 12 دولة، ولعبنا النهاية خرجنا وصيف في ديك الدورة، واللي عرفت حتى هي واحد نجاح يعني منقطع النظير، نجاح بكل المقاييس، لا اداء ولا تنظيما. وهذا الشيء ناهيك على دوك الدعوات اللي كنا تنتصلوا بهم من بعد من عدد من الاتحادات باش نشاركوا معاهم في دوريات بمناسبات الدوله. لما هاجرت بعدا كاين خلقت اجاكس ميامي امتداد الاجاكس القنيطره، واللي وليت ننظم بها سنويا حفل ديال المسيره الخضراء، وحنا مقبلين على النسخه 23 في اورلاندو، واللي تيحضروها ابطال دوليين اللي تيجي وتدير لهم التكريم، وتتكون حاضره جاليه مغربيه كبيره، وتكون عرس رياضي كبير. واخر هذه السنه اللي حضر معنا البطل عويطه وهشام الدكيك، وهذه السنه غادي تكون ان شاء الله ناول المتوكل وعزيز بودرباله وبعض الابطال. فارتباطي بوطني، انا لما هاجرت دفنت حبي لوطني تحت التراب هذا البلد، ولما يعني رزقني الله
البنت الاولى فسميتها هاجر، ولما زاد عندي الابن الثاني سميته مهاجر. فلما كبروا بغاو يعرفوا منين هو هذا الاسم، اصل هذا الاسم. فقلت لهم هو الاصل ديال الاسم جاي من الهجره. فانتوما كنت انتوما يعني الهوايه الهويه امريكيه، بل الاصل مغربي، حنتوما راكم غير مهاجرين. فهذا ارتباط بحب لهذا البلد اللي اعطاني الحياه، واللي حنا ان شاء الله لازلنا تنضحيو من اجله، لانه هذا اللي رضعناه من حليب امهاتنا هو حب الوطن، الدفاع على الرايه المغربيه. هذه اللعبه ما كان احد من قبل يتصور بانه غادي توصل لهذه اللعبه، الا ربما سيدنا لما اعطى الدعم ديالو والموافقه ديالو سنه 94. وكنقدها من السكته القلبيه، لانه لولا هذيك المشاركه كنا حنا ربما غنخرجوا محبطين ونحبسوا على هذه الممارسه. فهو فتح لنا المجال، فتح لنا الشهيه. من بعد العوده ديالنا من الارجنتين استمرنا بواحد الوتيره اسرع من ما كانت، وبحماس اكبر من هذاك، لانه تظاهره دوليه كاس العالم.